قول لي ايه حكاية الشخص اللي ادعى وفي واحدة كتبت قالت انا رحت على اساس انه احمد فهمي وطلع لا، او دخلت على الصفحة، ايه الموضوع؟ بص يا استاذ محمد، هو دلوقتي انا علاقتي مع الفانز الجمهور يعني على نعم السوشيال ميديا نعم فقط من خلال حساباتي الموثقه، يعني انا ما ببعتش لاي حد على الواتساب الا لو صديقي المقرب، نعم يعني زي حضرتك. نعم طبعا انا بعتز بحضرتك بصدق حضرتك وانت عارف، وأنا عارف جدا طبعا. او صحابي نعم يعني، لكن غير كده اي تعامل مع الجمهور بيكون من خلال السوشيال ميديا من حساباتي الموثقه. فانا لقيت حد بيبعت لي بيقول لي في حد منتحل شخصيتك ومش عارف ايه وكده، رقم من فرنسا. فانا رحت كاتب بالاول ستوري، يا جماعه خدوا بالكم علشان لو حد بعت لكم، انا ما ببعتش لحد ومش عارف ايه، وانا حسابي موثق وببعت منه لو هبعت لاي شخص ايا شخص كان. نعم وبعد كده فجاه لقيت في مغنيه اسمها رشا رزق نعم ده انا قريت بتبعت اللي لي كاتباه. بالظبط كده، بقى بتقول ان الشخص ده انتحل شخصيتي ومش عارف ايه وبتاع وكده. فانا رحت عامل فيديو موضح بناء على الكلام اللي هي قالته، وقلت يا جماعه بعد اذنكم، اللي انا مستغربه بس حاجه يا استاذ محمد، دلوقتي احنا في زمن الوصول الى الفنان الاصلي سهل سهل، يعني صحيح. دلوقتي يعني انا مثلا مش معقوله مثلا يعني رقم يبعت لي، رقم غريب يبعت لي وحاطط صوره عمرو دياب مثلا، واقول يبقى عمرو بعت لي، مع ان انا وعمرو اصحاب، بس سيبك من دي، بس انا بتكلم في الفكره صحيح ان لازم اتاكد، يعني صحيح. لو عمرو دياب قال ان هو بيعمل فيلم، ما اكيد يعني اكيد عنده هو هيبقى كاتب ان هو بيعمل فيلم. صحيح صحيح وبعدين من امتى فنان هو اللي بيعمل كاستنج للناس؟ على صحيح حسب ما انا فهمت من المغنيه رشا رزق، ان هي بتقول ان هو بيقول ان هو بيدور على ناس يمثلوا. من امتى الفنان بيعمل كده؟ وبعدين سهل الوصول للفنان الاصلي، يعني انا دلوقتي لو احنا قرينا خبر ان احمد فهمي دلوقتي حالا في المانيا مثلا، اول حاجه هعملها هخش اشوف الاكونت بتاعه هو في المانيا صحيح دلوقتي ولا لا، ما هو اكيد صحيح. هبقى نزلت حاجه، عملت اي ما شيء، هو خد انا بالك سافرت يا فين. احمد، عشان في يعني كتير من الوجوه الجديده بيتعلقوا بقشايه، وانت ما شاء الله محبوب، خصوصا هو كاتب المطرب والممثل الاثنين، ومحدش ينطبق عليه ده غيرك يعني. يا حبيبي يا حبيبي يا استاذ فهو محمد، دخل دخل انا سمعت انه دخل خصوصا البنات كتير جدا، وهو كان لا بيستقطب يعني، عامل ده بهدف، هذا الهدف الشرير القذر، ان هو يعني يوقع البنات في وياخدهم يعني. بص بص يا استاذ محمد، انا اللي انا حسيته واستشفيته ان الموضوع فيه منهجه، يعني الموضوع مش عشوائي، لا 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 ده شخص ايوه، لان هو كمان بيبعت للناس على الواتساب، يعني معاه ارقام ومعاه حاجات وكده، وبيبعت من رقم فرنسي. طبعا انا عملت محضر وقدمت ما انا لسه اسالك ايه بلاغ، الاجراء اللي انت عملته. طبعا عملت محضر هنا وعملت بلاغ هنا وعملت بلاغ في فرنسا برافو عشان برافو يجيبوا الشخص ده. كويس. هو قاعد يعني في فرنسا يا احمد يعني، هذا الشخص قاعد في فرنسا؟ الرقم في فرنسا، انا ما اعرفش ما الشخص ده تعرفش. مين، بس الرقم ده رقم فرنسي. تمام. فانا عملت بلاغ هناك وهيجيبوا الشخص ده وانا مش هسيب حقي، لا لا لان ما هو ينفعش. الفكره هي الفكره ان هو عمل اكيد 100% ده باسم فنانين كتير وناس ما تعرفش. صحيح. يعني انا في النهايه انا اتكلمت وطلعت قلت يا جماعه خدوا بالكم، في ممكن فنان تاني ما يكونش خد باله. صحيح صحيح. هو ده حصل مع اشرف عباقي وحصل مع فنانين كتير الحقيقه. بس انت برافو عليك، انت مقاتل، انت فاكر القضيه بتاع البنوك وانت قعدت لغايه اما ثبت حقك يعني، برضو يعني انت طبعا مقاتل، انا عاجبني انك فايتر يعني.